السلام عليكم يا أبطال العرب. اليوم سنقدم لكم أحد أقوى البرامج التدريبية لعضلة الظهر مع الوحشين ريغان غريمز وسيرجي كونستانت لجعل الظهر أكثر ضخامة وتناسقا في نفس الوقت. هيا بنا على بركة الله. للإشارة عزيزي البطل، فهذا البرنامج يتكون من 5 تمارين فقط، لكنها تستهدف كل عضلات الظهر. واعتمد الوحش ريغان غريمز في هذا البرنامج على تقنية الدروب سيت في أغلب تمارين هذا البرنامج، أي أنه ينقص من الوزن في كل مجموعة وينتهي حين يصل للفشل العضلي، ومن ثم يمر للتمرين الموالي. التمرين الأول سحب الكيبل للأسفل. يعد تمرين السحب بالكيبل تمرينا رائعا للتركيز على اللاتس او ما نطلق عليه بجوانح الظهر. عزل كل عضلة مكونة له على حدة. حافظ يا بطل على وضعية جسمك وركز على الحركة السلبية وتمهل فيها. هذا التمرين في الاصل يجب ان تلعبه وجسمك عمودي، لكن ينحني بعض الاشخاص الى الامام لزيادة نطاق الحركة ومنح جوانح الظهر تمددا كاملا، الشيء الذي يساهم في إعطاء الظهر تناسقا وعرضا أكبر. إذا كنت ستجرب هذا التمرين لأول مرة في حياتك فتمرن بوزن خفيف لكي تتقن الحركة بشكل صحيح، وعندما تحس بأنك أتقنت الحركة سيصبح بإمكانك إضافة أوزان أثقل. التمرين الثاني آلة السحب بذراع واحدة. التمرين بهذه الآلة يعطي نتائج مذهلة لأنها تركز على منتصف الظهر واللاتس والعضلات الصغيرة التي يصعب الوصول إليها بالتمارين الأخرى. هذه الآلة غير متوفرة في الكثير من الصالات الرياضية، لكن لا تشغل بالك يا بطل، بإمكانك تعويض هذا التمرين بتمرين السحب الأرضي بالكيبل بيد واحدة أو اثنتين، لأن هذا التمرين يستهدف تقريبا كل العضلات التي يستهدفها هذا الجهاز. التمرين الثالث تي بار. واحد من افضل تمارين الظهر على الاطلاق هو تمارين التي بار، لكن بقبضة واسعة شيئا ما. القبضة الواسعة ستضع مزيدا من التركيز على اللاتس، بينما تستهدف القبضة الضيقة منتصف الظهر فقط. لذلك اختار البطل ريغان غريمز القبضة الواسعة لان هذا سيمنحه الكثير من الحجم والعرض في نفس الوقت. لكن لا يجب الالتزام بالقبضة الواسعة دائما، يجب القيام بالقبضة الضيقة والمتوسطة ايضا في حصص الظهر المقبلة، وذلك لاستهداف عضلات اخرى لم تشتغل من قبل. التمرين الرابع العقلة. كل برامج تمرين الظهر الاحترافية
لا تكاد تخلو من تمرين سحب واحد على الأقل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية تمارين السحب في تطوير عضلة الظهر على مستوى الضخامة والتعريض. ولعل أحد أفضل هذه التمارين هو تمرين العقلة محبوب الجماهير، حيث يعتبر هذا التمرين أقوى تمرين سحب على الإطلاق، وخصوصا بالقبضة الواسعة التي تركز على أكبر عدد من العضلات المكونة للظهر، على عكس القبضة الضيقة التي تقتصر على عضلات معينة فقط. يعد هذا التمرين صعبا للغاية بالنسبة للمبتدئين، والسبب وراء ذلك هو ضعف عضلات ظهرهم والسواعد وضعف أعصاب يدهم أيضا. لذلك ينصح بالاستعانة بصديق أو كرسي أو القيام بتمرين العقلة في الجهاز المساعد. ومع مرور الوقت عندما تتحسن قوة ظهرك وساعديك ستصبح قادرا على القيام بها بكل سهولة إن شاء الله. التمرين الخامس والأخير، الرفع الميتة. هذا من الناحية العلمية أكثر من مجرد تمرين للظهر، لأنه يمرن الجسم الخلفي بالكامل انطلاقا من السمانات إلى عضلة الرقبة. لهذا يعد هذا التمرين من أهم التمارين التي يجب عليك القيام بها قطعا في حصة ظهرك. وعلاوة على ذلك فهذا التمرين يساعد في فرز كمية كبيرة من هرموني تستوستيرون والنمو. إذا كنت من المبتدئين يا بطل أو غير معتاد على القيام بتمرين الرفعة الميتة، فهذه مناسبة جيدة للقيام بهذا الأخير. كل ما أنصحك به يا بطل هو ركز في التكنيك جيدا كما هو موضح في هذا المقطع، ولا تركز على الأوزان إلا بعد أن تتقن هذه الحركة جيدا. كان هذا يا بطل أحد أقوى برامج الظهر مع الوحشين ريغان غريمز وسيرجي كونستانت، والذي يستهدف معظم العضلات المكونة للظهر ومختلف الزوايا، مما سيساعدك على تطوير ظهر ضخم وعريض ومتناسق في نفس الوقت. لكن تذكر يا عزيزي البطل، التمرين وحده غير كافي، بل يلزمك الغذاء المناسب لجسمك والراحة الكافية أيضا. إلى اللقاء يا وحوش في برنامج آخر مع بطل آخر لعضلة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.